خير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإنسان في هذه الحياة إذا فقد شيئا اهتم بالبحث عنه بقدر هذا الشيء الذي فقده. فرق أن تفتقد عملة صغيرة لا تشتري شيئا وربما لا تبحث عنها، وربما تفتقد شيئا ثمينا أو ساعة قيمة أو مجوهرات لزوجتك، فهنا يجد البحث. فإذا افتقدت ولدك الصغير ابن الثلاث سنوات في السوق أو في وسط المدينة، فبحثك عن الولد يفوق كل تخيل، ولا يكون في رأسك ولا في ذهن زوجتك شيء إلا الحصول على هذا الولد المفقود كي يعود إلى حضنكم. السؤال المطروح، ألا تفتقد أنت شيئا في أواخر هذا الشهر الكريم وبداية شهر كريم جديد؟ ابحث عن بعض من تلك المفقودات. بالله عليك، أريد أن يسأل كل واحد منكم نفسه سؤالا وأنا أولكم. يقول المسلم لنفسه: متى آخر مرة بكيت في الصلاة؟ هل رمضان الماضي؟ هل الذي قبله؟ متى آخر مرة اقشعر جلدي عندما سمعت الإمام يقرأ في كتاب الله عز وجل في صلاة الجماعة؟ آخر مرة ابتسمت في وجه أخي في المسجد أو زوجتي في البيت أو الناس في الطريق العام؟ متى آخر مرة تكلمت بالكلمة الطيبة؟ متى آخر مرة عاهدت عيناي المصحف الشريف أرتل كل يوم ما فتح الله به علي؟ متى آخر مرة خلوت بنفسي ساعة وبحثت عن الذنوب التي يعيش الإنسان فيها فيجدد العهد والنية مع الله عز وجل أن يتوب إلى الله رب العالمين؟ دخل الحسن البصري على جعفر الصادق شيخه، قال له: يا إمام أوصني. هذه وصية. دائما الإنسان في آخر الأيام، في آخر العمر، في آخر عهده بأهل العلم، في آخر عهده بالناس الصالحين، يسأل النصيحة كما تسأل أنت أباك وتقول له: يا أبتي أوصني وصية، يا أمي أوصني وصية. قال له: يا حسن، أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمره، فإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تسكن داره، وإن لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره وأكلت من رزقه فأعد له جوابا وليكن صوابا. أحبتي في الله، جميع الامتحانات في الدنيا، في المدارس، في المعاهد، في الجامعات، في الدراسات العليا، الإنسان الممتحن أو طالب الدراسة لا يدري الامتحان في الفصل الأول أم في الفصل الثالث أم في الفصل الأخير، وهل في أي صفحة سوف يكون السؤال، وهل صيغة السؤال سوف تكون واضحة
ام ان هناك اسئلة اختيارية اجب عن سؤالين من ثلاثة او اجب عن ثلاثة من خمسة؟ هذا في الدنيا. العجيب منذ ان بلغنا يعني منذ ان وصلت اعمارنا الى الثانية عشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة الكل يعلم ان امتحان الاخرة لا يتعدى اسئلة اربعة، معروف للكل. الاسئلة الاربعة معروفة للعالم والعامي والاستاذ والتلميذ والمستقيم والمنحرف والرجل والمرأة والكبير والصغير. ما هذه الاسئلة الاربعة؟ هل سوف تكون في ورقة الامتحان يوم القيامة؟ هل كنت تفضل يا عبد الله في الدنيا النظام الجمهوري ام النظام الملكي؟ لن نستسأل عن هذا السؤال. هل كنت تفضل دولة في الشمال او دولة في الجنوب؟ والله لا تسأل هذا السؤال. هل كنت تفضل ان تكون عملتك بكذا وكذا؟ ابدا والله. هل كنت تفضل الثوب الكذا او الاثواب الفلانية ام انك كنت لا تفضل؟ لن نسأل فيها. سوف نسأل عن اربع. اربع امور هي التي نجهز نفسها انفسنا في هذه الايام لها حتى نبحث عن المفقود. قد نكون قد فقدنا ورقة الاسئلة ويجب ان نبحث عنها لنستعد بالسؤال والمذاكرة، لكن مذاكرة واستذكار الاجابة عن هذه الاسئلة يجب ان يكون عملا لا قولا. فما الذي استفيده انا عندما اراك تصلي الجماعة خمس مرات في المسجد ثم تكذب علي ثم تغتابني ثم تخوض في عرضي ثم تخون الامانة؟ ما هذه الصلاة؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وتحفظون جميعا عندما جاء رجل ليشهد مع عمر، ليشهد مع رجل عند عمر رضي الله عنه، قال عمر: يا اخ الاسلام. قال: نعم يا امير المؤمنين. قال: هل تعرفه؟ انت تريد ان تشهد معه، تعرفه معرفة صادقة؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. كيف اشهد مع من لا اعرف؟ سأله عمر اسئلة اربعة: هل انت جاره الادنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال: لا. قال: هل عملته بالدرهم والدينار حتى تتبين لك اخلاقه؟ قال: لا. قال: هل رافقته في سفر حتى تعلم كيف يتعامل مع رفيقه في السفر؟ قال: لا. قال: هل صاهرت منه وصهر منك ناس في المساجد، اللحى، الجلابيب، الاثواب المعينه، التقطيب الجميل، ثم اذا تزوجت ابنته انساك اليوم الذي ولدت فيه؟ سبحان الله. فهل هذا الانسان صاهرت منه وصاهر منك حصل ما بينكم نسب؟ قال: لا يا امير المؤمنين. يعني لا انت جاره، ولا عملته بالمال، ولا رافقته في سفر، ولا حصل منكم وبين بعضكم مصاهرة ونسب. أرأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. قال: انك لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. فمقياس المعرفة عند عمر الصلاة وأداؤها ام اقامة الصلوات بافعالها؟ هذا هو الفيصل. ما هي الاسئلة الاربعة التي لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها؟ عن شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وعلمه فيما صنع فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثاني الأسئلة الأربعة التي لن يبرها عبد يوم القيامة، كله سوف يسأل: الملك، الرئيس، الوزير، الغفير، البسيط، الكبير، الثري، الفقير، المعدم، المسكين، اليتيم، الكبير، الرجل، المرأة، الكل، المليارات هذه من لدن آدم إلى يوم القيامة، سوف أسأل عن هذه الأربعة. شبابك، وأنا بفضل الله أرى الشعور أغلبها أسود، دليل على أن هذا مجتمع شبابي له مستقبل ناضر. يجب أن يرى هؤلاء منا ومن شبابنا ما يكونون أو ما يكون كل واحد منهم نسخة إسلامية أو نسخة مصحفية تسير على قدمين. شباب فيما أبلي، تخيل أكبر صحابي يوم أن نزلت آية اقرأ، كان أكبر صحابي عمرا كان أبو بكر الصديق 38 سنة، عمر لما أسلم كان عنده 26 سنة،
عبد الله بن عمر لما أسلم عنده 13 عاما، أسامة بن زيد لما قاد جيش المسلمين فيهم أبو بكر وعمر كجنود كان 17 سنة، محمد بن القاسم فاتح الهند والسند وما وراء النهرين كان عنده 16 عاما. إذن عن شبابه فيما ضيعه، ضيع شبابه في إيه؟ هل في استقامة؟ هل في بصمة واضحة؟ هل عندما يرى المجتمع النرويجي والأوروبي أبناءنا في المدارس وبناتنا في المعاهد وأولادنا في الجامعات يتمنى الواحد منهم أن يكون على هذه الشاكلة وأن يكون له ولد مستقيم كهذا أو بنت طيعة كهذه، أم أنه عندما يرى أبناءنا ويرى بناتنا لا يتمنى أن يرى مسلما في الشارع ولا مسلما في أوروبا؟ هنا المحك، شبابنا فيما أفنيناه وأعمارنا فيما ضيعناها. هل ضيعنا أعمارنا؟ يعني جيدا، سوف تأتينا مواسم الطاعات وسوف يزور المساجد أناس ما زاروها من رمضان الماضي، وسوف يعني سبحان الله تكتظ المساجد بهم، وسوف نصلي صلاة التراويح وتثور نفس القضايا، يا شيخ كيف نصوم في هذه البلاد وليلنا قصير ونهارنا طويل، ويريدون أن يسألوا 50 شيخا ربما رقم 51 يفتيهم بالإفطار في رمضان. يعني نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يبين لنا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرزقنا أن نرى الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. شبابه فيما أفناه، عمره فيما أبلاه، علمه ماذا صنع فيه؟ ما فائدة العلم إذا لم أنفذه؟ ما فائدة العلم إذا لم أطبقه؟ ما فائدة العلم إذا لم ترى معالم العلم عندي؟ وعن علمه ماذا صنع فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ قد يكون فينا ضعيف البنية أو مريض أو لا يستطيع أن يعمل ويأخذ إعانة من الدولة، هذا حلال عليه، لكن قوي البنية الذي تعرض له الأعمال وتعرض عليه الأعمال ويرفضها لأنه يجد الراحة في أن تصير يده سفلى ولا تصير عليا بالعمل، وأن يقول إنني لو عملت سوف يخصمون مني ضرائب كذا وكذا فلأمكث في بيتي وأخذ الإعانة، ويظل هكذا سبحان الله يأكل سحتا وحراما، تتمرد زوجته، تعقه ابنته، يعقه ولده، وهو لا يدري أنه يجمع الحرام على الحلال ليكثره، يدخل الحرام على الحلال فيبعثره. ولذلك لما رأى عمر رجلا في المسجد في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال ما الذي يجلسك هكذا؟ أما لك من عمل؟ قال يا أمير المؤمنين وأنا في طريقي من الشام إلى المدينة رأيت غرابا كثيرا، مكسور الجناح يعني، وغراب صحيح يضع له الحب أمام منقاره، قلت أنا يعني أشرف وأكرم على الله من الغراب، لأجلس في المسجد وأجد من يعني يأتي لي بالرزق. ضربه عمر بالدرة وقال يا لكع، ولما تريد أن تكون كالغراب الكسيح ولا تكون كالغراب الصحيح؟ لماذا لا نكون غربانا أصحاء؟ ولماذا نتمنى أو نقبع أن نكون غربانا أذلاء؟ اليد العليا خير من اليد السفلى. اللهم فهمنا ديننا وعلمنا الحق يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، اريد ان نراجع حساباتنا في السويعات الباقيه قبل دخول الضيف الكريم رمضان، حيث اننا فقدنا اشياء كثيره. هل انت مسرور لما يحدث على الساحه العالميه؟ ليس للمسلمين فحسب ولكن للعالم كله، فما أنزل وما أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون رحمة للعالمين. هل يسرنا هذا المشهد الذي نراه من اعتداء الناس على الناس ومحو القرى والبلاد من على يعني وجه البسيطة؟ هل هذا يدخل السرور على إنسان، ما بال على مسلم مؤمن يخاف الله رب العالمين؟ لما؟ لأن الأشياء المفقودة ما بحثنا عنها، الإنسان الذي لا يستطيع أن يعطي سلاما مع نفسه أو ألا يكون في سلام مع نفسه لن يكون هناك سلام عالمي. السلام العالمي يبدأ من سلام الإنسان مع نفسه. كيف أكون مسالما مع نفسي؟ كيف أكون في حالة السلم مع نفسي؟ ابدأ ببسيط الخطوات.
إذا رجعت إلى بيتك ابتسم في وجه زوجتك، هذا إنسان معه سلام مع نفسه. تبسط لها في الكلام، تحملها، تحمل عصبيتها، تحمل كثرة كلامها، اصبر واحتسب، تصبر معها، اصطبر. قال ربنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الاصطبار أن يكون الصبر لك عادة، أن تنصت لأبنائك لا تسمع. فلا يجوز أن يكلمك ولدك في شيء أو ابنتك في شيء وأنت تشاهد الشاشة أو تلعب في المحمول أو تلعب في شيء أو تتابع كرة أو غير ذلك. أنصت إلى ابنك، فإن الإنسان يجب أن ينصت لا يسمع. أما أن تعطيه نصف أذن فسوف يذهب ليقول مشكلته لآخرين ربما يدلونه على شر والعياذ بالله. هذا الذي ينصت لأبنائه هو في سلام مع نفسه. هل شاهدتم أو هل نطمع أن نشاهد يوما أن مسلما نرويجيا منكم في الصبيحة في الصباح الباكر يجري على الرصيف مع زوجته حتى يمارس الرياضة، أم أنه من عادات الجنوب وتقاليدها أن هذه فضيحة ما لها من حل وما ربما تنشرها الإعلام وسائل الإعلام الأوروبية أن مسلما يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر بسيط. أنت إذا سرت في أسلو أو غير أسلو سبحان الله تجد رجلا وعلى بعد 3 كيلو متر من خلفه تجد امرأة تعرف أنها تبعه، لا إله إلا الله. من الذي قال هذا؟ الرسول كان يسابق عائشة، هل كان الرسول يصنع شرا؟ يعني إذن اصنع سلاما مع نفسك، ابحث عن المفقود في حياتك، أقم دين الله ببساطة ويسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ اللهم أعد علينا هذه الأيام من يوم وبركاتك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزقنا يا رب العالمين توبة صادقة لا نعود إلى الذنوب أبدا بعدها يا أرحم الراحمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم وارحمكم.